أما هلأ نرمين رح ننتقل لفقرة التغذية مع خبيرة التغذية أريج درويش. رح نحكي اليوم من خلال فقرتنا عن الأدوية المميعات، الضغط، السكر والمضادات الحيوية وأيضا الغدة الدرقية وعلاقتها بالتداخلات الغذائية. بدي لك سعد لي صباحك أريج. صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نبدأ من العنوان العريض، شو هي التداخلات يلي اليوم بتصير بين التداخلات الدوائية والغذائية؟ تمام. هلأ إحنا في عنا نوعين من التداخلات، في عنا التداخلات الغذائية الدوائية وفي عنا التداخلات الدوائية الدوائية. اليوم رح تكون أكثر عم نحكي عن التداخلات الغذائية الدوائية. طبعا هو موضوع جدا مهم، لازم يعرفوه كثير من الأشخاص بمعلومات دقيقة، وخاصة الأشخاص اللي بيكونوا عم ياخذوا أدوية بشكل يومي مثل أدوية الضغط أو أدوية السكر أو أدوية الغدة الدرقية اللي بتكون هي يوميا عم بياخذها المريض. في عنا بعض أنواع الأغذية اللي ممكن إما تزيد امتصاص هذا الدواء أو تقلل من امتصاص هذا الدواء، وبالحالتين احنا عم بيكون في عنا أضرار أو مضاعفات عم تظهر على الأشخاص في حال صار في عنا نحنا تناول هاي الأغذية مع هاي الأدوية والتداخلات اللي بتصير بيناتها. طيب خلينا نفصل أكثر بالقصة ونحكي عن التداخلات الدوائية اللي ممكن تصير إذا نحن أخذناها مع المميعات. خلينا نبلش بأدوية الضغط. تمام. هلأ بداية أدوية الضغط طبعا في إلى كتير أنواع بتتاخد. كمان في عنا كتير شيء مهم إنه نحن لازم نعرف أيمت ناخد الدواء، لأنه نحن ممكن نكون عم ناخد الدواء ولكن بوقت غير صحيح. في عنا أدوية لازم تاخد على الريق، في أدوية بعد الأكل، هذا كتير ضروري نحن نلتزم بالتعليمات اللي مناسبة لكل دواء حتى نقدر نحن نمتصه بشكل صحيح. هلأ بداية نحن في عنا أدوية الضغط أو الأدوية اللي خافضة للضغط، هي طبعا الشخص اللي بيكون في عنده ارتفاع بضغط الدم المفروض هو ياخذها بشكل يومي. أول شيء نحن ممنوع ناخذ هاي الأدوية مع عصير الجريب فروت، لأنه دواء الضغط والجريب فروت بيتعارضوا بالعمل سواء، يعني دواء الجريب فروت عصير الجريب فروت بخفف من امتصاص هذا الدواء وبالتالي بيقلل من فعاليته بنسبة كتير عالية. النوع الثاني من الأدوية هي الأدوية اللي بتستخدم لتنظيم ضربات القلب أو الأدوية اللي بنستخدمها لعلاج احتباس السوائل، يعني المدرجات اللي كمان كتير من الأشخاص بياخدوها. هاي الأدوية كمان لازم تتاخد مع أنظمة غذائية خالية من الألياف. هلأ طبعا نحن لما بنقول خالية من الألياف يعني بده يكون كمية الخضار الموجودة فيها قليلة، وأكيد لما بنقول نحن نظام غذائي خالي من الألياف ما بالضرورة يعني إنه الشخص ما لازم ياخد ألياف بشكل نهائي. نحن لازم ناخد هاي المدرات أو هاي الأدوية الخافضة للضغط، ولكن يكون في عنا فرق على القليلة ساعتين لأربع ساعات ما بين تناول الوجبة الغذائية وهي الأدوية، وخاصة أنه كل المدرات بتتاخد بعد وجبة الأكل، فنحرص دائما على أنه يكون في عنا فرق ما بين وقت أخذ الدواء وما بين أخذ الوجبة الغذائية في حال كانت تحتوي على الألياف. والنوع الثالث كمان اللي بنستخدمه لعلاج تجلط الدم، كمان هذا بيتاخد تقريبا بشكل يومي عند المرضى. بنلاحظ أنه في كتير تعارض ما بين الأدوية اللي بنستخدمها لتجلط الدم والفيتامين كاف. فيتامين كاف هو موجود بالخضروات بشكل عام وبالخضروات الورقية الداكنة بشكل خاص، فالشخص اللي عم بياخد أدوية لتجلط الدم لازم ما ياخد الأغذية اللي بتحتوي على فيتامين كي بنفس الوقت، لأنه فيتامين كي بيعمل على منع تجلط الدم ونحن أساساً عم ناخد دواء لتجلط الدم، فنحن حيصير في عنا عدم توازن واضطراب بفعالية الدواء، وبالتالي ممكن نكون نحن حتظهر عنا أعراض أكثر للدم. أدوية تجلط الدم هي نفس المميعات؟ تمام. تمام. طب خلينا ننتقل من أدوية الضغط لأدوية السكري. تماما. هلا كمان احنا أدوية السكر اكيد في عنا كثير من الانواع اللي احنا بنستخدمها لعلاج السكر. اشياء الأدوية اللي احنا بنستخدمها هي الميتفورمين. هلا الميتفورمين بالنسبة او مقارنة ببقية أدوية السكر هو الأخف ضررا، بس نحن اكيد لازم نحرص اول شيء لما بناخذ الميتفورمين انه احنا ما ناخده مع الكحول، لأنه الكحول بتعمل على تنزيل سكر الدم، ونحن كمان بنكون عم ناخذ الميتفورمين اللي هو كمان بينزل سكر الدم، فممكن نحن يوصل الشخص لحالة تسمى هبوط سكر الدم المفاجئ. كمان هذا ممكن يؤدي لغيبوبة، وبعض الحالات ممكن يؤدي للوفاة في حال كان الشخص لحاله أو ما عرف يعمل الإسعافات الأولية يلي لازم يتبعه. والشيء اللي كتير مهم كمان إنه الشخص اللي بياخد ميتفورمين لفترات طويلة ممكن يصير في عنده نقص بفيتامين B12. طبعا فيتامين B12 ضروري جدا للأعصاب، ونحن دائما نعرف إنه مريض السكر معرض للإصابة باعتلال الأعصاب السكري بشكل كتير كبير في حال صار في عنده مشاكل بالسكر. فنحن الشخص اللي عم ياخد ميتفورمين لفترات طويلة لازم يفحص الفيتامين B12 بشكل دوري. فيتامين B12 موجود بكل المنتجات الحيوانية، فكمان إذا كان الشخص نباتي ومريض سكر وعم بياخد ميتفورمين فكتير بده يكون حريص على أنه يفحص الفيتامين B12 بشكل دوري وبشكل مستمر. في عنا الأدوية الثانية أو النمط الثاني من الأدوية اللي بيحتوي على سيلفونيل يوريا.
السلفونيليوريا هو مركب مشابه لعمل الانسولين، فنحن الشيء الضروري بهي الادويه اذا نحن عم ناخذ ادويه بتحتوي على السلفونيليوريا انه نحن ناخذها قبل الاكل، لانه هي بتشتغل مثل الانسولين بجسمنا تماما. يعني نحن الميتفورمين فينا ناخده باي وقت ما في مشكله، بس السلفونيليوريا بدنا نحن نحاول انه ناخده لما ما بيكون نحن قبل الاكل لحتى نقدر نحن ننظم السكر بشكل صحيح. ودائما نحن عصير الجريب فروت قد ما كان نوع الدواء شو ما كان نوع الدواء اللي عم ناخده نحاول يكون في فرق، لانه مثل ما شفنا هلا تماما الجريب فروت بيأثر على الضغط بانه بيقلل من امتصاص ادويه الضغط، بس بادويه السكر هو بيزيد من امتصاصها. فنحن لما طبعا بيزيد من امتصاصها بشكل سيء مو بفعاليه جيده، فنحن كمان ممكن هون نكون عم نؤدي لنوب هبوط سكر بشكل مفاجئ. طبعا هذا الشيء بينطبق كمان على ابر الانسولين نفس المعلومات. تماما ابر الانسولين مثل السلفونيليوريا تماما كمان نحن لازم نكون حريصين جدا باخذها. هلا في نقطه هون ذكرت ادويه السكر، شفنا بالفتره الاخيره انه الاشخاص عم بيروحوا عم ياخذوها كرمال يفوتوا بموضوع التنحيف والدايت. صحيح. اليوم شو تاثيرها على الجسم ولو بشكل سريع؟ تمام. هلا اول شيء هي الفكره جدا خاطئه، يعني نحن حتى لما بناخذ حتى مو بس ادويه الميتفورمين، في عندنا ادويه اللي بتحتوي على الالفاستات اللي هي بتشتغل على امتصاص الدهون او تقليل امتصاص الدهون تماما، الى مضاعفات جدا مضره، حتعمل نقص بفيتامينات كثير بجسمنا، بالاضافه لانه هي ما رح تنزلنا هذا الوزن اللي كثير كبير. نحن لما ما بيكون في عندنا مشكله تكيس بالمبايض او مشكله بالسكر ممنوع ناخذ هي الأدوية لحتى ننحف، لأنه حيصير في عنا مشاكل بالسكر وحيصير في عنا نوب هبوط سكر مفاجئ، فهذا الشيء جدا مزعج. فأنا ماني مع تتاخذ هي الأدوية نهائيا إلا في حال وجود مرض أو تحت استشارة الطبيب حصرا. كمان خلينا نسألك هيك لو سريعا نمرق هاي المعلومات، المضادات الحيوية كمان شو اللي ما بيصح معها؟ كمان هيك على جنب كتير بنسمع هلا عم ياخذوا فيتامين د والزنك وادوية فقر الدم. صحيح. كمان هدول على السريع شو ممكن التداخل؟ هلا اول شيء بالنسبة للمضادات الحيوية اهم شيء نحن لما بدنا ناخذ الانتيبيوتيك ما يتاخذ مع الأغذية اللي بتحتوي على الحليب او مشتقاته، يعني حليب اجبان البان كلياتها يكون في عندنا فاصل ما بين اخذ المضاد الحيوي وهي الأغذية اللي بتحتوي على الكالسيوم، لانه الأدوية هي بتحتوي على مركب بيرتبط مع الكالسيوم وبشكل مركب صعب امتصاصه من قبل الامعاء الدقيقه، فنحن ما رح نقدر نستفيد من هذا المضاد الحيوي والانتيبيوتيك بشكل سريع. هي كثير مهم انه نحن نبعد عنهم تماما او يكون في عندنا فاصل زمني. بالنسبه لاخذ الفيتامينات، نحن في عندنا كثير اشخاص خاصه هلا بعد جائحه كورونا انه صارت الاشخاص كثير تاخذ فيتامينات بنسبه عاليه، الشيء اللي كثير ضروري انه نقص الفيتامينات مثل زياده الفيتامينات. طبعاً. فنحن لما بدنا ناخذ فيتامين لازم اول شيء نكون عاملين التحليل، عارفين قديش النسبه اللي لازم ناخذها وشو لازم ناخذ بشكل صحيح والوقت اللي نحن لازم ناخذ هي الادويه. يعني مثلا مثل الفيتامين د اللي هلا تقريبا 90% مننا عم ياخده، لازم نحن ما ناخده على الريق، هذا بيتاخذ بعد ما يكون نحن اكلين وجبه اما بعد الفطور او بعد الغداء، لانه هو من الفيتامينات اللي بتنحل بالدهون. فنحن اذا فقنا الصبح واخذنا الحبه ما في دهون بجسمنا، ما في تغذيه بجسمنا، فما رح نقدر نمتصها بشكل صحيح. وزن كمان نفس الشيء، كثير ضروري ان نحن نكون اكلين لحتى يصير في عندنا نحن امتصاص صحيح لهي الادويه. طيب في حال وجود غده درقيه عند الشخص شو هي النصائح بالقصص التداخلات؟ تمام. هلا الغده الدرقيه كمان انه في كثير من الاشخاص عم بتعاني من الغده الدرقيه، طبعا نحن معروف انه في عندنا نوعين، فرط غده درقيه او قصور بافراز الغده الدرقيه. بالنسبه للقصور دائما الدواء اللي بنستخدمه هو الالتروكسين اللي هو هرمون اساسا بيكون بينفرز من جسمنا، ولكن بسبب وجود مشكله بالغده ما بصير في عندنا افراز صحيح. فنحن اول شيء دواء الالتروكسين لازم يتاخذ على الريق حصرا، يعني ما بصير نحن ناخذه بعد الفطور او خلال النهار اي متى ما تذكرنا ناخده، هذا الشيء ما هو صحيح. حبه الالتروكسين بتتاخذ حتى لازم نحن ناخذها قبل بساعتين من تناول اول وجبه غذائيه، يعني في حال نحن ناخذ على 9 اول وجبه غذائيه المفروض على 7 نحن ناخذ حبه الالتروكسين. اما بالنسبه للاشخاص اللي بيعانوا من فرط بافراز الغده الدرقيه وبياخذوا ادويه لعلاج هي المشكله، لازم يبعدوا كثير عن الاغذيه اللي بتحتوي على اليود، لانه عنصر اليود بيزيد كمان من افراز الغده الدرقيه، ونحن اساسا في عندنا زياده بالافراز، فكمان حيصير في عندنا مشكله بضبط هي الهرمونات. فكتير ضروري نحن نبعد عن الاغذيه اللي بتحتوي على اليود. طبعا اكثر شيء هي الاسماك او المنتجات الحيوانيه بشكل عام بتحتوي على اليود بشكل كبير، فدائما نحن كمان نحاول انه نبعد بيناتهم قد ما بنقدر. تمام. يعني هلا هي السهل الممتنع قد ما انه الانسان بجوز عم ياخذ حبه فيتامين الصبح، ولكن مفروض انه يكون يعني يحسب انه اليوم كيف قادره اخذها وكيف قادره اني اليوم
بكفي يومي وانا عم بشكل كثير صحي. اكيد. خلينا هيك بنصائح اخيره اليوم، كل حدا عم يسمعنا اليوم كرمال هيك نعطيهم شويه نصائح، شو المفروض يعملوا هيك شغلات اساسيه يعني. تمام. هلا اول شيء بالنسبه لاي شخص عم ياخذ اي ادويه من اللي حكينا عنها اللي بتاخذ بشكل يومي، اما ادويه الضغط او السكر او الغده، يعرف بشكل دقيق جدا ايمت لازم ياخذها. وكثير ضروري انه نحن ما ناخذ من بعض هاي المعلومات، يعني نحن ممكن شخصين في عندهم سكر بس شخص عم بياخذ الادويه اللي فيها انسولين وشخص معالج بالميتفورمين، فمثل ما شفنا نحن الفرق بيناتهم انه ايمت نحن لازم ناخذها. فدائما نحن نلجا للطبيب المختص، ما ناخذ الادويه على كيفنا ونعرف ناخذها بالتوقيت الصحيح لحتى نقدر نستفيد منها بشكل صحيح. نعم. وادويه فقر الدم شو النصائح اللي ممكن توجه لنا الها مشان تكون الاستفاده منها اكثر؟ تمام. كمان نحن لما بدنا نعالج فقر الدم المفروض نعرف شو الفقر الدم الموجود عندنا، كان بالخضاب او بالفيريتينين اللي هو مخزون الحديد، لحتى يتحدد الدواء المناسب للعلاج. واكيد كمان هي احيانا بتعمل امساك، فكتير ضروري انه تكون مترافقه مع الالياف او كميات كبيره من السوائل. تمام. معلومات كتير مهمة لليوم قدمتينا إياها الاستشارية التغذية أريج درويش. بدي أتشكر حضورك لليوم وإنها هيك لقاءات يعني بصباحات تانية. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كتير إليك. شكرا إليك.